نشرة أحوال الطقس تأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة السبت، وتبقى الأجواء مستقرة مع ضغط جوي مرتفع سماء، راح تكون لنا من صافية إلى قليلة السحب، هذا على مدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية الشرقية حتى الهضاب العليا الغربية. تبقى الأجواء مستقرة بالمناطق الجنوبية مع سماء من صافية إلى مغشى جزئيا اتجاه شمال الصحراء حتى ورقلة بن عباس الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى مرتفعات الهجار والتاسلي والجنوب الشرقي، وأجواء مستقرة تماما على أدرى. درجات الحارة 9 درجات على عنبة، 3 درجات بتبسة، 6 درجات على ورقلة، 7 درجات بغردايا، 4 درجات فقط على البيض. رح تنخفض درجات الحارة 6 درجات على بني عباس، 8 درجات على الجنوب الغربي، 7 درجات بأدرى، 6 درجات بتمنرا، 6 درجة الدنيا هي درجتين فقط على جانيت، والقصوى 11 درجة بالعاصمة وعين قزام. نمر إلى الوضعية الجوية المتوقعة إذن لظهيرة السبت، وبعد تلاشي ضباب الصبيحة والسحب السفلى تبقى الأجواء مستقرة مع ضغط جوي مرتفع، سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية. تبقى الأجواء مستقرة بالمناطق الجنوبية مع بعض السحب العابرة على شمال الصحراء، أجواء مستقرة تماما بورقلة غردايا وابن عباس، بعد السحب العابرة بالجنوب الغربي، الصحراء الوسطى مرتفعات الهجار والتاسلي حتى على الجنوب الشرقي، درجات الحارة 23 درجة على عنب، 24 درجة على وهران مرتفع المعدل الفصلي، 21 درجة بالعاصمة، 20 درجة على تبسة، 21 درجة على ورقلة، 17 درجة على غردية، 20 درجة على بن عباس، 23 درجة بالجنوب الغربي، بالصحراء الوسطى 24 درجة بعين صالح وأدرار، 18 درجة على جانيت، الدرجة الدنيا إذن لظهيرة السبت 16 درجة على البيض. إذا نمر نشوف الملاحة وأحوال البحر. البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل الاضطراب، هذا على طول الساحل الجزائري، مع سرعة الرياح تراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نمر نشوف الحال كيفاش راح يكون في الأيام القادمة، نهار الأحد ونهار الاثنين. نبقى دائما تحت تأثير ضغط جوي مرتفع، سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية، بعد السحب العابرة على شمال الصحراء، بني عباس، الصحراء الوسطى وعين قزام، وأجواء مستقرة تماما بالجنوب الغربي حتى الصحراء الوسطى والجنوب الشرقي، درجات الحارة مرتفعة على المعدل الفصلي 24 درجة على عنابة ووهران، 23 درجة بالعاصمة، 20 درجة على تبسة، 21 درجة بشمال الصحراء على غردية، 23 درجة على تندوف أدرار وإليزي، درجة دنيا 19 درجة على بني عباس، والقصوى تصل حتى 26 درجة على عين صالح وعين قزام. نشوفوا نهار اثنين إن شاء الله كيفاش راح يكون الحال. نبقى دائما تحت تأثير الضغط الجوي المرتفع والأجواء المستقرة، سماء من صافية إلى مغشى جزئيا بمدن الشريط الساحلي التحاقا بالمناطق الداخلية، بعد السحب العابرة على شمال الصحراء حتى بني عباس الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي، الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الجزائري، درجات الحارة 23 درجة بالعاصمة، 25 درجة على عنبة ووهران، 20 درجة على تبسة وغردية، 24 درجة على إليزي، 25 درجة على عين صالح، 23 درجة على تندوف، الدرجة الدنيا 19 درجة على بني عباس، والقصوى تصل حتى 26 درجة بعين قزام. نختم مشاهدينا بمواقيت الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها. شروق الشمس 7:58 دقيقة، الغروب 5:36 دقيقة. للمزيد من المعلومات عن الجو والبيئة ما عليكم إلا التواصل معنا على عناويننا التي تظهر على الشاشة. ختام النشرة الجوية، في أمان الله.